ورحمة الله وبركاته، يسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أصدقاء أبو نهال، أطلب فزعتكم، أتمنى أنكم تدعموني في السناب شات ويعطيكم العافية. في صوت للدينمو بس ما في مشكلة، أهم شيء السيارة اشتغلت وأمورها تمام، زي ما شفت شغلت عن بعد اشتغلت وكل شيء. سمعين الصوت؟ صوت كذا. المهم الصوت هذا من الدينمو. حلو، انا سبب تغييري للدينمو الصوت هذا. حلوين. فالان التركي قال لي بيصلح لي الصوت، فلما خرج من عنده ما لاحظت الصوت، فالصباح الان الصوت واضح جدا. فان شاء الله كذا يوم افضاله اروح له اشوف ايش يقول. رقم مميز، سجل التاريخ، الله يعطينا خير ويكفينا شر يا رب. جاي عبي بنزين، تمام، زي ما انتم شايفين اللمبة والعة، فبشوف كم لتر وكم المبلغ مع التسعيرة الجديدة، لان تقريبا الان السعر نازل جدا والحمد لله. 59 لتر عبيته. أيوة. كم فلوس؟ 40 ريال. شبكة طبعا. تانك السوناتا تقريبا 65 لتر، فعبينا 59 لتر، يعني قربت 60 لتر ب 40 ريال بنزين اخضر. طبعا انا اعبي بنزين فل من ينبع، اطلع جدة صد ورد، يعني ارجع ينبع بتانكي واحد الحمد لله. طبعا انا امشي على سرعة الخط فما ادعس كثير، فهذه هي الصرفية للسيارة. طيب بسم الله توكلنا على الله الى المدينة المنورة، وتعتبر اول سفرية بعد فك الحظر والسماح بالتنقل. طبعا انا مستغرب من الساعة، لاني تقريبا لي شهرين الان ما لبست الساعة، والان اول مرة البسها، فشعور غريب نوعا ما، خلاص اتعود بدون ساعة. طبعا على طار الساعة، في كثير منكم طلبتوا مني هالساعة اوفرها لكم، فان شاء الله قريبا باذن الله بعد انتهاء الازمة بشكل كامل باذن الله اوفر لكم كمية كافية باذن الله. طيب زي ما انتم شايفين احنا الان في طريق المدينة. كنت خايف انه حيصادفنا الصافي، صافي في بعضهم يقول عج، في بعضهم يقولوا عواصف رملية الى اخره. الحمد لله ما في اي اشكالية والاجواء صافية، ان شاء الله نوصل بالسلامة باذن الله. والله يا ذا الجو حار، شوفوا درجة الحرارة كم، 42، ما شاء الله تبارك الله. تقريبا الحياة رجعت لطبيعتها زي ما انتم شايفين، في حركة وكل المحلات شغالة. شوفوا فاضي، ما في احد، لان تقريبا من بكره، اليوم يوم السبت، من بكره خلاص تفتح الابواب، سواء الحرم المساجد كلها. طبعا حي سيد الشهداء بهالشكل، تم ترميم جميع المباني، سواء المواجهات للمحلات، ونفس المباني رمموها وزي كذا كل شيء. طيب لبسنا الجلافزات عشان باخذ اغراض من البقاله. يا هلا والله، يا مساء الخير، كيف حالكم؟ طبعا مستغربين ليش طالع في هالوقت، والله عندي اغراض ضرورية من الصيدلية، فخرجت تصريح تموين طارئ، ومنها بصور لكم وضع الشوارع هنا في المدينة مع الحظر كيف. حلوين. طبعا في ينبع انا ما قد خرجت ابدا وقت الحظر، ابدا ما خرجت، فقلت ما دام الاهل محتاجين اغراض خلاص بجيب لهم الاغراض، عشان بكره الصباح بتوكل على الله الى جده باذن الله. طبعا لو لاحظتوا ان اول شيء انا حطيت على وضعيه البطاريه، بعدين لما اكتمل الفحص تشيك سيستم بعدين شغلت السياره، هذه الطريقه الصحيحه لتشغيل السياره. طبعا انا لي شهور ما شفت السياره بالليل، وخفت ان الاضاءات المحيطية هذه خلاص انعدمت، بس الحمد لله رغم ان الشمس كسرت الطبلون تكسير. المهم هذا الوضع هنا في سيد الشهداء، زي ما انتم شايفين ما في بني ادم، والله تخاف، اقسم بالله تخاف، فنصيحتي لا تخرجوا الا للحاجة. الحمد لله طلعت التصريح، ولا متجه لصيدلية النهدي هنا، صيدلية قريبة، ان شاء الله الامور سهلات باذن الله. طبعا الان قدام في تفتيش حق حرس الوطني اظن، بسم الله.
طبعا الحمد لله طلبوا مني التصريح، وريتهم التصريح وكانوا متعاونين جدا وقمة الأخلاق والاحترام، الله يعطيهم العافية ويقويهم إن شاء الله. صراحة جهود جبارة تذكر فتشكر، الله يعطيهم العافية. طب الآن هنا النقطة الثانية، النقطة الثانية ما كلموني، فتقريبا يعني على حسب، الله يعطيهم العافية والله. الصيدلية هنا قريبة الحمد لله، وصلنا خلاص الصيدلية في المدينة المهدي فرعهم الرئيسي. أخذنا الأغراض الحمد لله، بس والله ما في وقت، خلاص باقي 9 دقائق تقريبا، مو كثير، والشوارع فاضية ما في أحد. بسم الله. طيب الحمد لله قررت أوصل، هذا آخر تفتيش ونوصل للبيت إن شاء الله. هلا والله، يا صباح الخير، كيف حالكم؟ طيبين؟ ما أدري الصوت ممكن مكتوم لأني لابس كمامة قماشية زي ما انتم شايفين. طبعا الكمامة هذه اشتريتها أمس من النهدي ب79 ريال تقريبا. نجرب كيف، طبعا تقدر تستخدم أكثر من مرة، يعني شهر شهرين على حسب استخدامك وتعرضك للجراثيم وكذا، وكل ما ترجع للبيت كيف أقول لكم تغسلوها، بس أهم شيء لا تكتمنا. بس بسم الله توكلت على الله، إلى جدة بإذن الله، دعواتكم نصل السلامة. ما شاء الله تبارك الله، حركة مرورية زي ما شايفين، في حركة، في سيارات، الطريق مليان ما شاء الله تبارك الله. طيب بنعبي بنزين، في بنزين نص بس بعبي للاحتياط، لأن طريق المدينة جدة أطول من ينبع جدة. محطة غانم الفريدي، هذا لافينا كافي صراحة، عنده كافي على كيف كيفك، ايس وايت موكا لاتيه شيء زي كذا اسم الكافي اللي او المشروب اللي احب من عنده. طبعا نسيت اقول لكم، زي ما شفتوا البنزين كان على النص، فعبيت فل ب 20 ريال بنزين اخضر. طبعا في واحد سألني في السناب قال لي يا ابو نهال لما تمشي على 140 كم الضغط؟ ال ار بي ام زي ما انتم شايفين على سرعة 144. في شغلة لاحظتها، سيارات الامن الطرق الان اغلبها جيب فورتشنر. صراحة تصميم فورشنر الجديد، التصميم حقه كذا شبيه بلكزيس مرسيدس من بعيد، فقلت واو شكلهم جايبين مرسيدسات، بعدين قربت اكتشفت فورشنر، بس والله حلوة صراحة كذا، السيارة مرتفعة وتحسها كذا يعني مستعدة للانطلاق في الشارع. الله هديت السرعة ولا في الإشارات على طول، والله ماني ناقص، هذول مشاغبين تصدمهم يجيك يسوي لك أزمة. ويا هلا والله، الحمد لله على سلامتنا، وصلنا جدة بالسلامة زي ما تشوفين، وما شاء الله الشوارع مزدحمة، شوف الزحمة كيف، الخط كله فل، العالم تخلص أمورها بعد فك الحظر. يا رب ترجع الامور لطبيعتها باذن الله وبارادتنا نقدر، اهم شيء خذوا الاحتياطات والوقايه، ربنا يحفظ الجميع. هلا والله، الحمد لله على السلامه، شوفوا مين. هلا والله عبد الرحمن، كيف حي حالك؟ والله الله يحييك، كيفك مع الحظر بالله؟ والله جالسين في البيت، الامور تمام؟ ها الحمد لله رب العالمين. على فكره يا مهل، ترى انا بعت السياره. ايه السياره؟ السياره الاصيله، المرسيدس حقتي. اما تتخلى عنها؟ ها؟ خلاص تعبتني ابوي. ليش تبغى تبيعها؟ ايش صار لها؟ والله الجير بوكس ضرب علي. اوف، كيف كذا؟ يقولوا مرسيدس ما يخرب. لا يخرب اذا انت اهملت فيه. وانت مهمل. انا كنت مهمل صراحه. افا يا ذا العلم. يعني ايا كان الشركه لابد من اهتمام. اكيد طبعا. اذا اهملت مع نفسك ها؟ مهما كان نوع الشركه، مهما كان نوع السياره، اذا انت انسان تحافظ على سيارات اول باول خلاص بتعيش معاك. مين اللي بيشتري منك الجير بوكس خربان؟ والله هياخذوها تشليح يا ابوي، ايش هنسوي؟ ها؟ ايوه تشليح. مرسيدس يتشلح. طيب بالله كم بعتها؟ 2000 ريال. مرسيدس ب 2000 ريال؟ ب 2000 ريال. اكيد؟ اي نعم. كم موديل السيارة؟ 98. طيب خليني اصور لكم السيارة عشان تعرفوا. موديل؟ 98. 98. خليني اقدم لكم تشوفون الواجهة. ها. يلا مين بيشتري؟ جرابوكس خربان ب 2000 ريال ها؟ هلا والله. طيب طبعا انا امس جيت تعبان وما صورت، واليوم يوم الثاني، ف
فبننهي الفلوق هنا ان شاء الله، الفلوق الجاي باذن الله. اللي حنسوي ان شاء الله انه حنجرب كيا كي 5، حلو، حاخذها واسافر فيها ينبع، بدل ما ارجع بالسوسو حارجع بكي 5 ان شاء الله. يعني السوسو 2020 انا جربته في البلد، ما جربت في الخطوط، ففرصه سعيده اني اجرب الكي 5 في الخطوط، فخليكم قريبين. اقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وكن متسما دائما في امان الله.